حياكم الله من جديد. معي في هذه اللحظات الدكتور منصور البلوشي، وهو رئيس مركز الاقتراع الرئيسي هنا في مدينة العين في مركز المؤتمرات بمنطقة الخبيسي. دكتور، وأنا أحييك وأرحب بك وأبارك لك هذا اليوم الوطني المجيد. حياكم الله. بداية نبارك لدولة الإمارات، نبارك للشعب الإمارات قيادة وشعبا، نبارك لأنفسنا هذا اليوم، هذا العرس الانتخابي النيابي. الصراحة نبارك للناخبين، نبارك للمرشحين. اليوم أنا أقول الكل فايز، اليوم صوت الإمارات، اليوم كلنا فايزين، الإمارات فايزة اليوم، الإمارات المستفيد الأول اليوم، ما في خسران اليوم بإذن الله، جميع المرشحين فايزين بإذن الله. تخبرنا عن سير العملية الانتخابية من الساعات الأولى صباح اليوم. الحمد لله اليوم العملية هناك التدفق الحمد لله يعني بشكل مستمر من ساعات الصباح الأولى. افتحنا المركز الساعة 8 صباحا وتدفق مستمر من قبل العنصر الرجالي والعنصر النسائي صراحة، اللي صراحة أثر المشاركة هنا في مركز الخبيصي. أنا فقط للمعلومة في أيام التصويت المبكر كان في تدفق كبير من العنصر النسائي، حتى وصل تقريبا 50% من نسبة المشاركة في التصويت، وهذا إنما ينم على وعي المرأة الإماراتية بدور المجلس الوطني وأهمية مشاركة المرأة ودورها أيضا في ودور المجلس في تمكين المرأة في اتخاذ وصنع القرار السياسي في الدولة. نعم. هذا دكتور، خلينا نسأل عن الثقافة الانتخابية عند المواطن والمواطنة الإماراتية. صراحة يعني أثبتت أيام التصويت المبكر واليوم التصويت الرئيسي الحمد لله أن الثقافة موجودة عند جميع الشرائح والفئات، كبار السن، الشباب، الشابات، الرجال، النساء، والدليل على ذلك أن هناك في إقبال صراحة، في تساؤل، في استفسار، في أيضا مشاركة كبيرة، حتى كثير من الأحيان جونا كثير من الأشخاص اللي لم يرد أسمائهم في الهيئات الانتخابية وكانوا سعيدين بمجرد التواجد، وبالتالي الثقافة هذه تأخذ وقت، هناك تدرج وإن شاء الله تدرج وانتظام في عملية نشر الثقافة هذه، ولكن الحمد لله اللي اتضح لنا صراحة من أيام التصويت المبكر أن الثقافة موجودة وإن شاء الله راح تنتشر إن شاء الله بفضل أيضا جهود وسائل الإعلام. صراحة مشكورة على الدور الكبير اللي استبدله في نشر الثقافة أيضا. من خلال متابعتنا لسير العملية الانتخابية يعني في الأيام الماضية، وجدنا يعني أن الشخص ما يعني مو بشرط أن ينتخب أخوه أو ابن قبيلته، أو يعني صارت يعني التركيز على ناس يعني لهم دور في المجتمع، لهم سجل تاريخي حافل. اليوم الناس قامت عندها وعي، عندها ثقافة، قامت تنظر للبرامج الانتخابية للمرشحين. اليوم الناس عندهم وعي سياسي، اليوم عارف أن الشخص اللي راح تختار راح يمثلها في المجلس، راح يمثل آراءها وأفكارها في المجلس وتطلعاتها. أنا بس أعطي واقع حصلت من عندي في مركز الخبيصي، أحد المرشحين صوت لمرشح آخر، وهذا دليل وعي وثقافة أيضا مختلفة تماما أنا أشيد فيه صراحة. وأيضا كثيرين جوهني وقال أنا راح أصوت لشخص آخر يختلف عن ابن عمي أو قبيلتي. نحن ما زلنا في المراحل الأولى، في مرحلة التدرج، وهذه المرحلة ونشر هذه الثقافة يحتاج منا إلى وقت، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله مع مرور الوقت مع السنوات إن شاء الله راح نصل إلى مرحلة النضوج السياسي إن شاء الله في مسألة الانتخابات بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. إذن اليوم الجميع فائز في هذه الملحمة الوطنية الكبرى. أنا مثل ما بديت اللقاء أقول اليوم الجميع فائز، اليوم ما في خسران، الجميع شارك في العرس الوطني، العرس البرلماني الجميل صراحة. اليوم الإقبال صراحة، اللقاء، لقاء الناس، لقاء الأحبة، أنا شفت الجميع صراحة من خلال اطلاعي وقربي من الناس، شفت الكبار السن والابتسام اللي ما تفرق محياهم، شفت أيضا الشباب والشابات وأيضا المرشحين الحمد لله، فكانت الأمور كلها طيبة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على هذا الوعي الكبير لدى الشخص القادم لأن يرشح أي حد من السادة الذين قدموا أنفسهم للانتخاب.